بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 29 حول البايوكيميكال سيستم. بما أن احنا تكلمنا عن البايوكيميكال رياكشنز وكثير من الزملاء طلبوا أن احنا نتكلم عن البايوكيميكال سيستم، فحتكلم عليه باختصار. في نهاية هذه السيشن البسيط حنعرف ما هو البايوكيميكال سيستم وكيف يشتغل هذا البايوكيميكال سيستم. البايوكيميكال سيستم ده عبارة عن جهاز أوتوميتد. هذا الجهاز الأوتوميتد له الفانكشن التالية: يروح يعمل ايدنتيفيكيشن، يروح يعمل لكل الأورجانيزم يستطيع أن يتعرف عليها، وحنعرف كيف يتعرف عليها. مش كده وبس، يستطيع أنه يعمل أنتي بايوغرام سسبتابيليتي تيست، يعمل يعني الحساسية للمضادات الحيوية وكمان الأنتي فانجل ايجنت. فإذا البايوتك سيستم هو عبارة عن أوتوميتد سيستم قادر أنه يعمل ايدنتيفيكيشن للأورجانيزم، قادر أنه يعمل ديتكشن للأنتي بايوغرام سسبتابيليتي تيست وكمان الأنتي فانجل. طيب هذا الجهاز هو عبارة عن الآتي: عبارة عن حجرتين زي ما أنتم شايفين. الحجرة اللي فوق هذه نسميها الفيلينج روم وحنعرف إيش وظيفتها، والحجرة الثانية اسمها اللودينج روم ويسموها كمان دياغنوستيك روم وحنعرف إيش وظيفتها. الفايتك سيستم بيشتغل بنظام الكاردز، فلو تو كاردز، لو كارتين. الكارت الأول اللي يسمى ايدنتيفيكيشن كارد أو يسمى اي دي كارد، تخيلوا يعمل 47 بايوكيميكال تيست. احنا في احسن الظروف لو ما نعمل في الروتين يلا بالكاد نوصل 10 اختبارات كيميائيه. هذا قادر انه يعمل 47 بايوكيميكال تيست. النقطه المهمه ايضا في الكارد دي انه في سبيسيفيك كارد للجرام نيجاتيف، وفي سبيسيفيك كارد للجرام بوزيتيف، وفي كمان كارد مخصص لليست. هذا بالنسبه للكارت الاول اللي هو عشان الايدنتيفيكيشن. الكارت الثاني ذا اللي بيستخدم بنسميه الانتي مايكروبيال سسبتابيليتي تيست كارد، يسموه الاي اس تي كارد. تخيلوا ده يقيس تقريبا من 18 الى 22 انتي بايوتكس. مش كده وبس، يقيس الام اي سي اللي هو المينيمم انهيباتوري كونسنتريشن. كيف يقيس الام اي سي؟ الان في الكارز ده في الويلز في الانتي بايوتكس يضع بتخفيفات مختلفة. مثلا انتي بايوتكس معين وضع بالتخفيف الاول 4، التخفيف الثاني في الويل الثاني 8، التخفيف الثالث في الويل الثالث 16. فالبكتيريا سسبنشن واحد فيهم كلهم، فبالتالي يجوا يشوفوا مثلا في الويل رقم 4 فيشوفوا لا زالت البكتيريا لايف والتربيديتي عالية، يشوفوا في الويل رقم 8 فيشوفوا انه نقصت التربيديتي بنسبة 70-80%، فيشوفوا في الويل الثالث انه اللي هو 16 يشوفوا ما عاد فيش اي جروث، كلير اصبح البكتيريا سسبنشن اصبح كلير. فيقولوا اذا الام اي سي المينيمم انهيباتوري كونسنتريشن هو رقم 8. اذا كمان عنده قدره هذا الجهاز انه مش يطلع فقط السنسيتيفيتي، لا يعمل ام اي سي اللي هو المينيمم انهيباتوري كونسنتريشن. طيب كيف الستبس اللي بيشتغل بها هذا الجهاز؟ اول نقطه انه لابد يحصل اورجانيزم ايزوليشن، هذه نقطه اساسيه، ولابد ان يكون الايزوليشن بيور، ولو في اي كونتامينيشن ما يمكنش الجهاز انه يطلع النتيجه. اذا اول نقطه انه اورجانيزم ايزوليشن. النقطه الثانيه ان احنا نعمل بكتيريال سسبنشن، والبكتيريال سسبنشن نعمل تو تيوبس، واحده تيوب نعملها للاي دي اللي هي ايدنتيفيكيشن، والتيوب الثانيه بكتيريال سسبنشن نعملها للانتي بايوغرام سسبتابيليتي تيست. اذا جهزنا السسبنشن. الخطوه الثالثه نروح نعمل حاجه بنسميها بنقيس التربيديتي، والجهاز الفايتك سيستم موفرين كمان جهاز اللي هو التربيديتي ماتر اللي هو بيقيس التربيديتي، يعني عباره عن هل العكاره اللي هي موجوده بيقيسها زي ما كنا نقيس احنا بالمكفرلان تيوب. هو لا، موفرين جهاز خاص اللي هو تربيديتي ميتر بيقيس التربيديتي، وهم محددين شرط انه لابد ان يكون التربيديتي حقه من 0.5 الى 0.63، فلابد يكون اي سسبنشن في هذا الرينج للتربيديتي. قسنا التربيديتي دي بعد ما نقيسها وتكون في الرينج المحدد، على طول حننتقل للخطوه الرابعه. الخطوه الرابعه نروح نجيب الكارد. لو انتم ملاحظين كل كارد في معه انبوبه شعريه، يروحوا يجيبوا الكارد الاول حق الاي دي ويحطوه في الانبوبه اللي هي البكتيريال سسبنشن الاول، ويجيبوا الكارد الثاني اللي هو حق الانتي بايوغرام سسبتابيليتي تيست ويحطوه في الانبوبه، يحطوها في
في التيوب الثاني اللي هو البكتيريال سسبنشن. اذا الخطوه هذه كل ما فيها ان احنا نروح نجيب الكارد وندخل الكارد عبر التيوبز دي في البكتيريال سسبنشن. الخطوه الخامسه خلاص دخلناهم، نروح نمسك الكاسيت او الرانك وندخله الى غرفه الفيلينج روم. الفيلينج روم كل الوظيفه حقها فقط انه ننقل البكتيريال سسبنشن الى كل الويل، بس هذه الوظيفه الاساسيه لها. اذا لو ما ننقله الى الفيلينج روم، كل ما في الموضوع انه بيحصل ترانسفير للبكتيريال سسبنشن الى كل الويلز. وزي ما انتم شايفين هنا في السهم، شايفين التيوب هنا وكيف انه ينتقل التيوب الى الكارد الى الويلز. هذه الخطوه الخامسه. النقطه المهمه جدا، انتم شايفين هذه الشاشه حتى حق الجهاز بيجي بيقول لك العمليه كومبليت، خلاص انه حصل نقل للبكتيريال سسبنشن الى الويلز. وبعدين بيقول لك كمان ترانسفير، ابدا خلاص انقله من هذا من هذه الغرفه. حننتقل الى الخطوه السادسه. الخطوه السادسه اللي حنعمل ترانسفير للكاسيت او للرانك الى اللودينج روم او نسميها دايجنوستيك روم، وهذه قدامها تشتي من 5 إلى 10 ساعات عشان تعمل التشخيص بالكامل. شوفوا ايش اللي حيحصل هنا فيها. شايفين هنا الان بيقرا في الدايجنوستيك روم، يتم قراءه كل الويلز اللي موجوده، وفي النهايه يجي يقول لك انه حصل انه خلاص ريموف، انتهى موضوع القراءة، وبالتالي حيطلع لك النتيجة. طيب كيف حتتم القراءة؟ حتتم القراءة انه في باراكود، الباراكودز ده بيروح بيقرأ كل التغيرات اللونية في الويلز وكل عمليات الأيض، وإذا في تربيديتي بيقرأها. غير كده انه في الجهاز هناك مخزون لمئات السترينز من البكتيريا، فيروح الباراكود لما يقرأ هذا الكارد يروح يقارنه بالمخزون اللي عنده، فيشوف هل البايوكيميكال رياكشنز مطابقة للي عنده ولا اللي ما هوش عنده. فدائما يطلع نتيجة مثلا من 95 أو 96% إلى 99%، فنجي نقول دي نتيجة ممتازة. يقول لك إن البكتيريا هذه السبيشيز الفلاني اسمها كذا كذا. إذا هو يعتمد في قراءته على الباراكودز، وعنده مخزون لعدد كبير من السترينز، فيأخذ الباراكود للكارد ويقارنها بالسترينز اللي عنده، كل التغيرات اللي في اللون، التغيرات في الأيض، التربيديتي، فيقيسها ويقارنها ويطلع النتيجة. النتيجة تطلع بالشكل ده زي ما انتم شايفين هنا. الأورجانيزم يطلع إشتيشيا كولاي ويطلع الأنتيبايوتكس اللي هو سنستيف لو أو ريزيستنت لو، فيطلع لك تقرير ما هو الأورجانيزم اللي طلع أو اللي حصل له ايدنتيفيكيشن، وكمان الأنتيبايوتكس اللي هي سنستيف وريزيستنت. هذا بالنسبة للمفهوم البسيط للفايتك سيستم. أتمنى تكون الصورة واضحة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.